سوف يشتمل التمرين على عدة تدريبات، منها اقتحام المباني عن طريق الترجل من الآليات والنزول من الطائرة العمودية، وكذلك تطوير ومراقبة الواجهة البحرية لمنطقة المسؤولية. بناء على إصدار الأوامر والتعليمات من قائد وحدة العمليات الخاصة، جاءت المهمة تؤمن وحدة العمليات الخاصة في تمام الساعة 08:00 يوم 23 فبراير 2016 في منطقة المسؤولية للقضاء على الإرهابيين وتخليص الرهائن واحتواء المواد الكيميائية ضمن منطقة المسؤولية. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والله يحفظ دولة الكويت ومملكة البحرين الغالية على قلوبنا، وأيضا الله يعيد علينا الأفراح اليوم العيد الوطني الكويتي. أسأل الله لكم التوفيق وأن يحفظ ديرتنا تحت ظل قائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيدي ولي عهده الأمين، وسيدي جلالة الملك البحرين حفظهم الله ورعاهم جميعا. مشكورين وما قصرتم.